وهي سبب لخدمة كل العالم كنيسة مصر، كنيسة القبطية. ربنا يبارك في الكنيسة، يبعد عنها الحرب الداخلية والخارجية. خلينا نتكلم النهاردة عن ما يسمى أرض الواقع. إحنا في المجمع المقدس سنة 22 السنة دي في الجلسة بتاعت شهر 6 خدنا توصية إن أغلبية الاجتماعات تتحدث عن الزواج بسبب أننا في أزمة رهيبة جدا في هذا العصر. وبما أننا يعني واخدين التوصية دي، أنا كتير ما بروح للأماكن بأشير من بعيد ومن قريب عن موضوع ده. صحيح أنا غير متزوج، وكذلك الرسول بولس غير متزوج، لكنهم كانوا الذين كتبوا عن الزواج مثل القديس يوحنا زي بالفم، كان أقدر وأحسن من مجوزين لأنه من بعيد يرى أحسن. أنت في الأزمة مش شايف الموضوع، لكن من بعيد ربما شخص يحل كل المشاكل والمعضلات. فخليني النهاردة أتكلم عن عناوين كبيرة، وأتمنى من ربنا والأبهات يساعدوني إن سنة 23 ياخدوا العناوين بس ويتحدثوا عنها بنوع من التفاصيل. أنا هقول شوية عناوين. صحيح أنا غير متزوج، لكني طول عمري أنا خرجت من أسرة متزوجة باليقين يعني، وكل يوم بقابل ناس عندهم مشاكل وبسمع مشاكل الناس من سنة 85، فيقينا في خبرة بسيطة، مش بقول كبيرة لكن بسيطة. من خلال هذه الخبرة البسيطة سأشارككم عن المعضلات الكبيرة في الزواج الآن أو المشاكل الكبرى. لا أتحدث عن تفاصيل، لكن مشكلة وتحتيها شوية بنود، كأنك حطيت عنوان وتحتيه 500 موضوع ينفع يتقال على منبر الكنيسة. وأرجو من الأبهات بتوع قطاع المنتزع على قد ما أقدر أن المنبر يخاطب الواقع، يخاطب الحياة اليومية، ما يكونش بعيد عن واقع. ليه؟ لأن المسيح الآن يقول كان يكلمهم بسلطان ليس كالكتبة والفريسيين. ماذا كان يفعل الكتبة والفريسيون؟ يدخلون في معضلات، أما المسيح كان يتحدث عن الواقع، تحدث عن الزرع والست اللي بتخبز والفرن والزرع وكل حاجة، تحدث عن الظروف الحياتية بتاعت الشعب، عشان كده امتلك قلوب الناس. فأرجو منبر الكنيسة يكون مخصص للواقع الذي نعيش فيه، ونخرج بتطبيقات أو نخرج بتعليم أو رسالة تخص الحياة التي نعيش. أنا رجلي لمس الأرض، مش طاير، أنا رجلي لمس الأرض. سأتحدث عن هذه المشاكل، لكن أستفتحها بقراية من رسالة معلمنا بولس الرسول لصاح الثاني تيموثاوس الثانية صاح 3، يقول له: لكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. لكن اعلم هذا، اعلم هذا، أنت اعلم، اعلمي هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس، إدى مواصفات للناس، ولقيت الناس دي موجودة في عصرنا دول، يبقى احنا في الأيام الأخيرة، لأن الناس يكونون بلا حنو، بلا حنو، ما عندهمش حنان، بلا رضا، الناس مش راضية. الدولار غلي، بكام الدولار دلوقتي؟ بلا رضا، حتى ما الدولار كان رخيص كان الناس بلا رضا، ثالبين، ثالبين، بتوع كلام كتير. للأسف الدولة يعني بأجهزتها، الشبكات اللي معمولة، الشبكات المعمولة، الشعب مضيع فلوسه على ثالبين بيلبلبوا في الكلام، يقعدوا يتكلموا. والتليفون على فكرة مش معمول عشان الكلام، ده معمول على الرسالة وكلمتين وبس، لأن هنتقابل مثلاً.
فواحدة تكلم واحدة تقعد تكلم ساعة، طب هي بعد ساعتين ما هيتقابلوا، طب ايه لازمة الساعة دي؟ دي فلوس. ثالبين، عديمي النزاهة، ما عندهمش عفة، وده حال الناس اللي موجودة اليوم. شرسين، الناس شرسين، بولس الرسول بيقول لنا احنا عندنا ناس شرسين، وحدث ولا حرج على معدل الجريمة في مصر بس، مش بتكلم على العالم. العالم دلوقتي في أمريكا وأوروبا، وتلاقي واحد دخل بمسدس قتل العيال اللي في الفصل ومش، إيه ده؟ شرسين، عندهم شراسة. كمية الجرائم اليومية التي تتم في مصر قد إيه مفزعة. ده دليل إن الناس بقوا شرسين، غير محبين للصلاح. أما تقول له الحاجة الصح مش حابب كده، كأن الناس هوايتها تعمل غلط، غير محبين للصلاح. خائنين، الناس عندهم خيانة، يا خبر ربع خيانة، ده الخيانة المش متسجلة أكتر من المكتشفة. ما ممكن واحد يكلم واحدة غير مراته وهذه أيضا خيانة. خائنين، مقتحمين، يدخلوا في تفاصيل، حتى الاقتحام ده أنا مسميه الهاكينج، يعني يدخل على الموبايل بتاعك وياخد كل الداتا. بحذركم من جديد، أي حد بيكلم حد تاني ممكن مراتك تشتكيك بسبب إن عملت لك هاكينج على الموبايل، حتى لو أنت عامل باسورد وجابت كل الداتا وأنت بتكلم فلانة وأنت بتكلم فلان. مقتحمين. بيكمل الرسول بولس يقول متصلفين، ماشيين كده في الدنيا ومفيش احسن منهم، حاسين بنفسهم بكتير، متصلفين، محبين للذات، عايزين لذة متعة، زي الاكل مش عاجبنا. كان زمان الناس عشان بتجوع شوية، يقول الكتاب المقدس سفر الأمثال وللنفس الجائعة كل مر حلو، بس ما تبقى جعان، مش جعان، محبين للذات دون محبة الله. يعني اللي مسيطر على العالم وده اللي بيسوقه العالم، ازاي تو ميك فن في أي حاجة، في الأكل، في العلاقات، في غيره. هذا هو حال، أنا ما جبتش حاجات دي من عندي، ده بولس الرسول العظيم كتبها من 2000 سنة تقريبا، ودي قدامنا، بيقول لنا ما كانش أيامه بالتفاصيل دي لكنها موجود. عرفت إن إحنا في الأزمنة الصعبة، وأكتر حاجة مضرورة من الزمن ده هو الزواج، وبالأخص الزواج في المسيحية. ليه؟ لأن إحنا عندنا طريقة في الزواج، عندنا طريقة، إحنا زوجة واحدة، احنا طريق ارتباط مقدس، احنا تباركنا في الكنيسة وقدسنا بالصلوات، وحصل لنا ما يسمى الاتحاد ان كان الاتنين يعرفوا ربنا. فزواجنا مختلف تماما عن اي زواج. طب ما اصاب الزواج المسيحي؟ اصابه عطب، لان في مشاكل انت مش واخد بالك منها بتعطل الزواج وتصل بيك الى الانفصال. عطب اصاب الزواج. ايه المشاكل اللي انا رصدها من وجهه نظري؟ جايز انا غلطان بس دي وجهه نظر. اول حاجه ان الناس المتزوجين اغلبيه منهم او نسبه كبيره بعاد عن ربنا. ممكن يجي كنيسه، نعم، ممكن حتى يصوم، نعم، لكنه بعيد، لكنه كأنه في طابور واقف دون أن يعي ماذا يعمل. أنت بتعمل إيه؟ يعني إيه تصلي؟ يعني إيه تيجي كنيسة وتتناول؟ إيه معناها في قلبك؟ ما رأيك إن في ناس يصلوا ويتناولوا وممكن يعني يعمل عمل صعب جدا؟ طب ليه؟ لأنه مش فاهم يعني إيه صلاة، شام يعني ايه توبة وانا في الكنيسة. على فكرة الكنيسة، قلت الكلمة دي عندكم قبل كده، تستتوبنا، تجعلنا نتوب غصب عننا، لانها صلوات كلها توبة،
كلها انسكاب، كلها اعتراف بخطايانا. فانا جاي وانا حتى لو مش تايب انا في رحلة القداس غصب عني تبت، قرايات وصلوات والتحليل اللي بتتقري على مسامعنا وانسكاب القلب والالحان اللي فيها شجن، كل ده بيساعدني ان انا اتوب. لكن للاسف للاسف الناس مش فاهمه. اما قال الكتاب هلك شعبي من عدم المعرفه. ففي علاقه، العلاقه دي اللي بيننا وبين ربنا وما اسميها علاقه حميميه كعريس للنفس. المسيح إلهنا هو العريس الوحيد، فكل واحد مننا ينفع يبقى عروس. أنا بالنسبة للمسيح عروس، وحضرتك كمان اسمك عروس، وحضرتك اسمك عروس، والمسيح هو العريس. فلو واحدة بتحب واحد بهذا الاشتياق ربما يتغير حالها. ده أنا عايز بنت عصبية وبتضرب في البيت وبتبهدل، أول ما تحب تروح تبوس امها. هو ايه اللي حصل؟ قال لك حب يغير، الحب العاطفي والمشاعر دي غيرت البنت. تقول لها يا ماما انت جميله، تقول لها سبحان الله بقالي 20 سنة ولا ما سمعتش منك الكلمه دي. هي سبب ايه؟ ان دخل في مشاعرها وعواطفها مشاعر جديده، فدي طبعت على اسلوبها. هكذا يا أحبة، هناك أزمة رهيبة في العلاقة الشخصية مع المسيح. عشان كده ما أبونا يجي يسمع مشكلة وبعدين يقول له يا ابني أنت بتصلي بتروح الكنيسة، أنت ليه بتقرأ في الكتاب؟ يقول لك لا. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ قال لك نحل مشكلة الزواج دي إزاي؟ لا، دي مشكلة من أصله. يا بختك ويا بختك لو ليك مخدع وليك أوضة بتتقفل عليك، وزي ما قال في الترنيمة يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. المسيح بيقول متى صليتم؟ نعم، دي العلاقة الجماهيرية، العلاقة الليتروجية. متى صليتم في الكنيسة؟ لكن يقول متى صليت؟ يعمل ايه؟ ادخل مخدعك، اعمل كمان اغلق بابك، صلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على يغير الحياه. لكن للاسف اكتفينا بشويه فتات ساقط. انا باجي زي موضه موجوده ببعض الناس في اسكندريه، ان الناس تيجي في نهايه القداس وعايزه تتناول، ده عايز ياخد فتات ساقط، مش عايز ياخد دسم. يقول يروون من دسم بيتك، سفر المزامير، يروون من دسم بيتك. أرجوك إذا أردت أن تصلح العلاقة الزوجية، أنا بتحدى كل اللي موجودين، بتحداكوا إن كانت علاقة صحيحة مع المسيح أظن أن هذا الجواز هيفضل إلى الأبد. لكن علاقة شكلية ينهار في أول خطوة، وما أكثر الانهيارات اللي موجودة في عالمنا. لا توجد علاقة شخصية، لا توجد، لا يوجد حبيب. بولس الرسول بيتكلم عن المسيح أحب العالم، المسيح بذل نفسه، لكن في مرة من المرات يقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. علاقة شخصية دي تضمن الحياة، دي تغير الأسلوب بتاع الحياة، تخلينا نحتمل بعض. أول حاجة الأبهات جميلة، خبرة رعوية. بنت جاية تشتكي من جوزها، وأنا لسه قسيس، فلت لي أعمل إيه؟ يصحى الصبح يشتمني، وأنت عارف إن أنا ما بعرفش أشتم، فبسكت وبزعل، ومرات أصلي له ومرات ببقى متضايقة منه. قلت لها الحل إنك تقفلي على نفسك أوضة وتصلي عشانه. ففي يوم من الأيام ضربها على الصبح، راحت كلمتني قلت لها احنا الحل ايه؟ ادخلي. صلت بذمة، رجع مكسور، مش مبسوطين وانتم من الكلام، الراجل مكسور اتكسر، وراجع يعتذر لها يقول لها متأسف. أين هذا الإله؟ أين هذا الإله؟
اللي يخلينا نحتمل مرات إهانات وتعب؟ ألا يوجد مرة يوقظ البعض؟ نعم، ما هو بيحب برضه الزوج، ما كسره ما مش راضي يتصلح، ما كسره يعمل ايه عشان يخليه ينتبه ويستفيق لحياته الأبدية. طبعا الرجالة مش عاجبهم من كلام، بس انتوا عرفتوا السكة. اي حد يكلمكم تقول ايه؟ تقول القوطة بس، المستشفى تشتغل تمام. يقول لو سمع لي شعبي، لو سمع لي شعبي في مزمور 81، وسلك إسرائيل في طرقي سريعا كنت أخضع أعداءهم، لو سمع لي شعبي. عشان كده يا أحبة، ما هو الضرر الواقع على الزواج؟ وجهة نظري، أنت بتختار لبنتك واحد إيه؟ يبقى معاه شوية فلوس، وسيم، مع عربية، مع شقة كويسة، وظيفته كويسة، بياخد فلوس كويسة، ده مناسب، دي حاجات كويسة أنا مش ضدها، بس مش كل حاجة، مش ده الزواج. والأخوات البنات الصغيرين يفهموا اللي أنا بقوله، البنات يكتشفوا الولاد اللي بيمثلوا، الشباب اللي بيمثل، فتقول ولد ده مش حقيقي، ده بيكذب ولا ليه علاقة بربنا، وتيجي ممكن تقول لأب اعترافه أو لأبوها أمها في البيت. أما تقول لك الولد ده بعيد عن ربنا، يا إما يتوب ويرجع لربنا، يا إما ما ينفعش الجوازة دي. ليه؟ أصل العلاقة أما تبقى مكسورة مع كبير قوي، يقينا وإحنا موجودين على الأرض تتكسر بكتير. للأسف هذا هو أمر كبير تحتيه مواضيع كتيرة. أرجو الأبهات ياخدوا الكلام اللي أنا بقوله خلال الوعظات سنة 23، يفكر إزاي يوصل لشعبه كده. الأزمة الأخرى أو المشكلة التانية، الطمع هو حال الزمن ده. الناس طماعة، الناس لا تكتفي، عندهم طمع بطريقة رهيبة، لدرجة بولس الرسول قال الطمع ثواب حاجة. انتوا ما تتخيلش ان بولس حاطط له زي ديفينيشن ان الطمع يساوي عبادة الأوثان، هو قال كده، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. يا خلي بالك من الآية دي، خلي بالك منها، وخلي بالك لما تبقى طماع انت تعبد وثن لا تعبد الله، انت بتسجد لوثن. ما هو الوثن؟ هو ذاتك، انت بتعبد نفسك. الطمع الذي هو عبادة الأوثان. الناس عايزة تاكل كتير، عايزة تاخد كتير، عايزة تستولى على حاجات كتير، عايزة تاخد نصيب أكبر، عايزة علاقات غير الزواج. ما هو طمع، حتى الرسول سماه كده في مرة من المرات، يقول لا يطمع أحد على أخيه في هذا الأمر. إيه الأمر ده؟ إن واحد ياخد واحدة مش مراته. لا يطمع أحد على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم من هذه الأمور كما سبقت وقلت لكم في رسالة تسالونيكي الأولى الساعة 4. لا يطمع أحد، طمع. كان الناس أحب، لأن الميديا والإباحية رمي على الناس الطمع حتى العلاقاتي الجسدي، طمع على طول، الناس قاعدة قدام العلاقات الجنسية. أنا مش بقلل من قيمته، لكن بكلمكم أنه ده نوع من الطمع، زيادة، زي ما يكون عايز كل شوية تغير أكل، وما يسمى ثقافة الاستهلاك. أنا روحت مطعم ماكدونالدز، عايز أروح مطعم تاني بيتزا هات، عايز أروح مطعم تالت. الزواج ليس استهلاك وليس تغيير خالص، ده موضوع مختلف تماما. ثقافة الاستهلاك لا تصلح للزواج المسيحي، بل على عكس تضره. ليه؟ لأن الثقافة تعتمد على الاستهلاك على الطمع. هو الراجل بتاع الماركت، السوبر ماركت، بيروح حاطط لك 500 نوع شوكولاتة، عارفين ليه؟ إيه السبب؟ مش هيسيبك غير ما تشتري. النوع ده مش عاجبك، شوف النوع التاني. أعرف خادم كان يقول لل مراته، يقول لها يا فلانة احنا رايحين نشتري، يقول له اه نشتري،
الحمد لله بقت مبسوطه. طبعا الاخوات بيحبوا وحطهم بس في محل يخرجوا بعد 3 ساعات، ممكن المحل ده يبقى متر في متر. فما تروح قال لها بص رايحين الماركت، انت عايزه ايه؟ قالت له عايزه حاجات كتير. قال لها اكتبيها. كتبت 10 حاجات. قال لها مش هنجيب 11 حاجه. انتوا فاهمين؟ احنا جبنا هنجيب 10 حاجات اللي انت كتبتيهم بايدك. نصيحه حلوه عشان الفلوس استهلاك. تقول لها قبل ما ننزل عندنا 15 حاجة، مش هنجيب اكتر. فالثقافه بتاعت الزياده، الطمع العين يلي قال عنها الرسول، قال عنها سليمان الحكيم: لان العين لا تشبع. خلي بالك من التعبير ده، العين لا تشبع لانه طمع. وصدق الناس لما بيقولوا مثل على العين يقول لك ايه؟ ما تسكتش غير ما تموت. العين دي تسكت امتى؟ لما الشخص يموت. الطمع الذي هو عبادة الأوثان، هذا هو ضرر شديد جدا. عشان كده قصاد الطمع يجي ما يسمى الاكتفاء. الواحد يبقى مكتفي راضي فرحان باللي ربنا اداهوله، حتى لو كانها يعني زي ما يقولوا بدقة. يا ناس بكلم الكبار فيكم في السن، مش كل الظروف من سنة في السبعينات. أنا مواليد في الستينات، في السبعينات ما كانش ساعة الحرب، أنا كنت طفل وما كانش فيه شاي في البلد. فأمي عملت بين قرفة ولا عملت إيه، بتسلينا يعني بحاجة غير الشاي بلبن. الكبار فاكرين، لكن دلوقتي تقول له ما فيش شاي إزاي، ما فيش نسكافيه إزاي. خناقة، طمع رهيب جدا لا يتعلمه الاكتفاء. زمن صعب جدا جدا ولا يوجد فيه شكر. عشان كده الناس عندهم أمراض كتيرة. الطمع، تحدثت أولا عن البعد عن العلاقة الشخصية مع المسيح لهنا، ثانيا الطمع، ودي تحتيه بنود كتيرة كمان. ما يضر الزواج، ودي الخبرة الشخصية اللي أعرفها، تأثير المحيطين. يعني إيه تأثير المحيطين؟ يعني الناس اللي بيدوا نصايح. عايز أسأل سؤال بس مكسوف أسأل، ما تتكسفش. ها حد، أنتوا موجودين في جروب بتاع اسكندرية بتاع الستات اللي مخها تعبان؟ ما رأيكم في النصايح المقدمة؟ أما واحد، أنا ما أعرفش طبعا، أنا يعني ولا في الجروب ولا حاجة، بس بيقولوا لي يعني. أما واحدة تبقى زعلانة مع جوزها تقول لها سيبي له العيال، أنت مالك أنت بالعيال؟ إيه ده يا ست أنت؟ اخطفي العيال وامشي. نصايح غريبة. ولا واحدة تقول لها يا عزيزتي احتملي، فوت النهارده بكره يبقى احسن، ربما في غضبك او في غضبه وسكتي ربنا يغير الموقف. حدش بيقول كده؟ حاجه عجيبه، تاثير المحيطين. كنا في القديم نعتمد عن تاثير الاسره الصغيره والكبيره. اليوم عندنا مش واحد واثنين، ده عندنا ملايين. والعبط الشديد عند بعض الاخوات تطلع 1000 فيديو وتقول انا عندي مشكله مع جوزي. ايه ده؟ ده كان مامتك او باباكي او عمتك او خالتك اللي بيسمعوا الحوار. دلوقتي 5 مليون واحد بيتفرجوا على واحده بتقول اصلا انا عندي مشكله مع جوزي. هل هذا هو مكان ان انا بعرض فيه مشكله؟ تاثير المحيطين وما اصعبه. بس على فكره ده بيؤثر في النفسيات الضعيفه المختله في حين، تلاقي في خلل نفسي موجود عند بعض الاخوات. طبعا ما شفناش راجل طلع وقال مراتي بتضربني مثلا، لكن طلع كتير اخوات يقولوا اصل جوزي بيضربني. وده مكان تفضحت نفسك. طب ما عندكيش ولاد، الفيديو ده متسجل على شبكه وسيرفر بره ومحفوظ، وربما ابنك يكبر ويشوف الفيديو اللي حضرتك حاططيه، الواد يحط راسه في الارض وانت السبب. اصل هتقولي طب نحل المشكله ازاي؟ اقول لك ده مش مجال حل.
مش ده المجال بتاع الحل. تأثير المحيطين، وما أصعب بقول هذا التأثير، عيلة مرات تنسى غلط. كان أنا سمعت من جدي، مشفتش، قال لي عندنا نظام في عيلتنا قديم، البنت تغضب وتيجي عندنا بشنطتها ونروحها في نفس الوقت، نقول لها مالكيش مكان، روحي بيت جوزك. ما عندناش النظام ده، سمعت كده من جدي. أشكر الله مش متجوز. لكن دلوقتي تلاقي الأم بتتدخل، ده أنا هوريكم النهاردة، ده أنا ناوي عليكم. أي واحدة ليها بنت متجوزة إياك تتدخلي في حياة بنتك أو ابنك، إياك، حسك عينك تتدخلي، أنا بزعقلك. تتدخلي في حالة واحدة بس، تساعديها في أكل، في شرب، في خلفة، أما تيجي تخلف تشيلي العيال بس، مكيش دعوة حاجة تاني خالص خالص. ياما كبار خربوا بيوت. عندنا أزمة رهيبة جوه اسكندرية، عند الإحصاء 40% من سبب الانفصال الأهل، تأثير الأهل. طب انت بنتك اتطلقت استفدت ايه؟ وانت ماشية من الدنيا وسايباها، تسايبها لمين؟ سايبها لمين؟ او سايبها لمين؟ حاجة عجيبة جدا. تأثير الزواج، الزواج للأسف في ضرر شديد بسبب تأثير المحيطين. ربما دول أصدقاء سوء، أو ميديا محيطة بالناس، أو كمان الأهل القريبين. فكركوا بالمشورة الوحشة، ممكن حد يديك مشورة وحشة. في واحد للأسف ابن ملك، وأبوه كان أعظم ملك، يقول لك لم يظهر مثل سليمان، كان مسيطر على كل البلاد. بتوع الشرق الأوسط دول يخافوا بس تيجي سيرة سليمان رجلهم تخبط في بعض. يقول عن ملكة سبأ لم تضبط قوة رجلها، بتقول له أنا مخضوضة، أنا من اللي أنا شفته. للأسف خلف ولد شرير اسمه رحبعام. رحبعام ليه شلة بيقعدوا على القهوة، والشلة دي قالوا له إيه؟ قالوا له باباك سيطر على البلد بالضرائب، انت عايز تسيطر تبقى زي سليمان زود الضرائب. فراح خد المشوره دي وقالها للناس، قال ابي ادبكم بالصياط وانا اؤدبكم بالعقارب. ايه ده؟ فجه الشيوخ قالوا له ما يصحش، ان صرت لهم عبدا، لو بيت ليهم عبد انت تملك قلوبهم، دول ناس غلابة، ده ابوك طو يعني خد فلوسهم، ابوك جوحهم، انت بس كسبهم. للأسف هذه المشورة اللي فيها فتونة وفتح سد وانا كبير وانا اقدر، انقسمت المملكة وضاعت مملكة داود بسبب مشورة رحبعام. مين اللي قالها له؟ شوية شباب. تأثير، تأثير المحيطين مشكلة رهيبة جدا. نفسي يبقى عندكم شخصية، تبقى شخصيتي قوية، شخصيتها قوية، محدش يأثر عليك. اللي توجد في عيلة وعنده أب متين كده يطلع منه هو كمان متين ومحدش بيأثر عليه، هو يؤثر على الآخرين لكن محدش يأثر عليه. للأسف عايز أقول في خجل، أي رأي بياخدك في سكة. أيضا الجهل اللي أنا شايفه، الجهل، الجهل بكل أنواعه، الجهل المادي، الجهل العلمي، الجهل الروحي. لما الناس يبقوا في البيئات الفقيرة أي حد يقول حاجة بتتصدق، للناس عندهم جهل. قابلت راهب صديق ليا، بس هو فرق سن كبير، هو عنده 89 سنة، فكنت عنده بسأل عليه في الدير،
وكان هو وكيل المطرانية بتاعة المنيا. يمكن المنو منكم في المنيا وكبير شوية يعرف أبونا ده، اسمه أبونا ساوفيلوس اللي منكم من منيا. أبونا ده كان ربنا مديله عطية إنه يصلي على حد ولو عليه شيطان يخرج. هو راهب طقل بتاع قلاية، أعرفه من زمان. فبزوره، هو مقعد دلوقتي أو ما بتحركش على السرير، فبروح أسأل عليه. فبيقول لي ما كان يضرني الجهل اللي عند الناس، أنا في الكنيسة ماسك الدبلتين وبالشريط الأحمر بربطهم، في واحدة في الكنيسة بتربط العريس أو العروسة بالسحر. على حد قوله هو صدق الكلام لأبونا ثوفيلوس. جهل، قراءة فنجان، حظك اليوم، سحرة، دجالين، شيوخ يعملوا لك معرفش ايه، حاجات غريبة جدا، جهل. وللأسف أقول أن هذا الجهل أيضا قد وصل للأغنياء، مش بس الفقراء لكن الأغنياء. يا بخت الشخص، يقول الكتاب المقدس سفر إشعياء، إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا ليس لهم فجر. يعني ترجع تاني للكتاب المقدس وكلام ربنا مش كلام الناس، يقولوا زي ما هم عايزين يجيبوا آخر ما عندهم. جهل. وما أكثر هذا الجهل بقول وسط الناس. كمان هقول لك نصيحة، البواب اللي عندك في العمارة تسأل عن ولاده تعلمه ولا لا. جيرانك إن في حد تسرب من التعليم، في حاجة معمولة في البرامج كتير اسمها الكوتشنج، إن ناخد الناس ونقول إن المتسربين من التعليم نرجعهم تاني يتعلموا. أصل كمان الجهل الدراسي ده كارثة من كوارث الزمن. وتتفاجئوا إن أكتر من 30% من شعبنا لا يعرف القراءة والكتابة على مستوى مصر. الأمية اللي موجودة 30%، يعني حقق أكتر من قريب دلوقتي من 35 مليون واحد. إيه ده؟ عشان كده ببقى سعيد إن ولادنا يتعلموا، ولادنا يوصلوا. لا يصح يا أحبة إن ولادنا يبقوا أي حاجة. مهم جدا نساعدهم عن تفوق. وكمان أمر روحي، بلاش الجهل اللي من وجهة نظرك أنا مش عارف الكتاب المقدس، مش عارف أخبار الكنيسة، مش عارف تعاليم الأباء، مش عارف، لكن عارف حاجة تانية. هقول لك في صراحة شديدة، كل اللي انت تعلمته أول ما روحك تسيب جسدك ملهمش قيمة. حتى لو أستاذ الجامعة، أنا لست ضد العلم، أنا عايز أولادنا يبقوا أساتذة في الجامعة، لكن بقول حتى لو أستاذ الجامعة، بتكلم عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن الذرة، عن الفضاء، عن أي حاجة، تسقط هذه المعرفة ليس لها قيمة. يقول أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، تثبت إلى الأبد، تعليم آخر يبقى معك إلى الأبد. في ناس عنده ده سبب كبير في تعب الزواج المسيحي. أختم بحاجة أخيرة، انهيار المرجع أو الكبير. لما تيجي واحدة تقعد معايا وتقول أنا عندي مشكلة، أو واحد أقول له مين الكبير بتاعك؟ أنا متوقع يقول لي مثلا أبونا، بابا في البيت مثلا لو سنه صغير، ماما كبيرة بتاعتي. تخيلوا بقى واحدة جت قالت لي، مش واحدة بس كتير، واحدة جت قالت لي أنا ماليش كبير. قلت لها ممكن أقعد أتكلم معاكي ساعتين في الكلام، لكن ما فيش حد يضبطك أنت غير الكبير. كان زمان في البيت في كبير، في الكنيسة في كبير، دلوقتي انهار الكبير فالناس أخلاقها باظت. مش حاجة اسمها كبير، يقول لك مش حاجة اسمها كبير. والترتيب اللي الله عامله في الكنيسة، على فكرة الله اللي عمل الترتيب ده، أن الأب البطريرك هو الكبير، المجمع المقدس هو الكبير،
الأسقفة والمطرنة هم الكبار، الأمامسة والأسوس هم الكبار، الخدام والشمامسة هم الكبار. ليه؟ عشان دي مراجع لينا، دي حاجة كبيرة. أنا أرجع لأبونا، أي حد بيبعت لي رسالة وبيزعلوا مني قول له مين أب اعترافك؟ تخيل بقى أن في نسبة يقول لي أصل أنا ماليش أب اعتراف. فين الكبير؟ يا حبة نحتاج إلى الكبير من غير ما تتخض مني، حتى لو احنا سننا كبير تقول أنا نفسي كان بابا يبقى عايش عشان كنت أسأله ويرد عليا، كان نفسي يبقى ماما تبقى عايشة عشان تقول لي مشورة. طب ربنا عمل لنا الأب البديل، الكنيسة هنا والأم، ربنا عمل بديل للي مات أو للي مش موجود، قال له مش واخد دوره، ربنا عمل بديل، أب بديل. لابد أن يكون في الزواج كبير. تعرفون جيدا أنه كان في تاريخ كنيسة توجد الإشبين جوه سرين، سر المعمودية وسر الزواج أو الإكليل. الإشبين ده دوره مهم جوه المعمودية، أنتوا عارفين المعمودية لا تمنع عن أي حد حتى لو وثني، بس يكون طفل يعني طفل، لكن الكبير لازم من آمن واعتمد تعليم الموعظين. لكن الطفل أي كان الطفل ده أبوه أمه وثنيين صينيين مش عارف، بس بنشترط حاجة واحدة بس، مين؟ الإشبين. مين اللي هيسلمه التعليم؟ مش هم حتى أبوه وأمه، بس يجي حد كبير وقال أنا متكفل إن أنا أعلمه الإيمان المسيحي. الزواج لأنه ضاع منه الكبير، كان زمان بقى الزواج ده يبقى الاثنين موجودين في الإكليل، واحد موجود هو زوج وزوجة موجودين يقول له احنا الإشبين بتوع الاثنين الصغيرين اللي هيتجوزوا دول، احنا المسؤولين عنهم روحيا ونفسيا اجتماعيا وكل حاجة. اليوم حصل صحوة، كنت في المعادي امبارح وابتدوا يعملوا كورسات بتاعة الأشابين، واختاروا 15 كابل زوج وزوجة يكونوا العيلة دي ناجحة متفوقة ولادهم حلوين وربين من ربنا، دول العيلة الكبيرة للعيلة الصغيرة. لازم تختار كبير حتى لو شعرك أبيض. أنا عندي كبير، أنا عندي 56 سنة وأنا عندي كبير، عندي كبير. أنت كمان لازم يبقى عندك كبير، لو ما عنديش كبير مش عارف أحللك مشكلة. أما تدخلي أزمة، كان زمان الناس بالعين، أنا تربيت بالعين، محدش مد إيده علي طول عمره بالعين، بس تربية العين. فين دلوقتي؟ تبحلق في ابنك يروح ما بحلق فيك، يقول لك إيه يا ماما حتى قدام الناس، مش لما كان الواحد حد يبحلق فيه يروح متداري في حتة مستخبي. كبير للأسف، انهار الكبير، ولا يوجد مرجع ولا حد يسند الأمر. عشان كده حل المشاكل، حل المشاكل إن في كبير. يا سلام، موضوع يتحل في ثواني. الراجل الكبير أو الست الكبيرة يقول لك بلاش دي، ما تعمليش دي، تقول حاضر خلصنا. تخيل بقى أبونا يقعد في مشكلة قد إيه؟ سألوا الأبهات، ممكن أبونا يروح البيت ويقعد مع كل طرف ويقعد مع العيلة بالمرات بالشهور. طب حلها كان ان فيه كبير. للأسف، للأسف. عرفتوا الأزمة؟ أزمة الزواج الحالي، انهيار، انهيار الكبير. عشان كده يقول الرسول بولس في عبرانيين 13 أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم لأنهم يسهرون على نفوسكم كأنهم يعطون حساب عنكم ويفعلون ذلك لا أنينا لأن هذا غير نافع لكم. أطيعوا مرشديكم وكمان اخضعوا والتراسة والحاضر. لكن لأننا في الزمان الأخير، كتب الرسول بولس أيضا يقول ويكون الناس غير طائعين لوالديهم. ما احنا في الزمن ده غالبا الناس ما عندهم شطاعة. حدثتكم عن أسباب المشاكل الزوجية، أرجو من الله هشحت أنا دلوقتي،
أرجو من الله ولا يكتر على ربنا يعني الأبهات يستخدموا منبر الكنيسة في هذه النقاط سنة 23 يتحدثوا عن أن المشكلة الأولى البعد عن العلاقة الشخصية، المشكلة الثانية الطمع الذي هو عبادة الأوثان، المشكلة الثالثة تأثير المحيطين، المشكلة الرابعة الجهل الروحي والعلمي، المشكلة الأخيرة انهيار المرجع. عرفتوا المشاكل الزواجية منين؟ فخلي بالكم الخمس حاجات دي تعملوا ايه؟ أول ما حد يحكي لك مشكلة تروحي ايه؟ شايفة منهم من مشاكل دي شايفة أنهي واحدة المشكلة، مش هتخرج عن الخمس حاجات دي. أظن إنه دي خبرة بسيطة بشارككم بيها، ولربنا المجد في كنيسته آمين. من الليل يا نسامتريك أيوك يا يمن بماتيك نكايك سوسي ونستوني ونن بنت نوشي بولينغو يمجيو بن شايسي سوزبيخ إبشيري مفنوطة بجساليك سيفول خنتي باريسي نوساس مصفين جيتي بارسينوس خن بيتليم تديوديا وطن في برخن اسموت خن بيئيهو إما شون ستيمون ونينا نوكي